شفنا عمليات الدخول ربما الانصار الجزائر المنتخب الوطني استاءوا من هالطريقه، نحاولكم ربما الاحذيه اسمح لي كانت شويه مزيره الحاله، مي من حقهم ثاني التنظيم باش يكون ناجح، عندهم الحق يكونوا هكذا وهذه هي. صح ممكن الطريقه كانت شويه مزيره، ممكن تكون افضل، احنا تمنينا تكون ظروف واحد اخرين، مي الله غالب هذه هي، احنا هذه هي افريقيا اخويا العزيز سي كوم سا. كيفاش كانت عمليه الدخول لاول مباراه المنتخب الوطني؟ والله فدنا في لاباف وما صرانا شو صرانا هكا، نحاول ناقشنا السوايع بغا يدونا السوايع، قال لك تقلب بالتليفونات، حاشاك رجلينا وقلعونا لي زاديداس. واش هذه ماش ما سقسيناهم قال لك هكا، قال لك لا لا هكا هكا، الدرابو بدا قال لك اقلع الدرابو منا، درابو تاع الجزائر قال لك لا لا اقلع ما تديروش. والله ما فهمت الدرابو تاع فلسطين فان، ما حبش حب يديه. ما عطيتهولوش هاويني وان شاء الله ندخلوا معايا الاستاد. ربي يحفظكم ان شاء الله وميرسي خوتي الله يحفظكم ان شاء الله مربوحه اليوم. شفنا الدخله عمليه مي الدخله اجراءات مشدده، دولي كيتمان دولي ساعه دولي بزاف صوالح وما يبغوش يفهموا ما يبغوش يفهموا. حوس تعرفوا المشكل ما كاش مشكل، دولي درابو درابو تاع لايسو جمعيه شرف الدهولي ما يعرفش علاه. لماذا حوس تعرفوا شكون جا؟ ما يبغوش يهضروا ما يبغوش يهضروا كاع معك، ما يهضروش معك يقولوا غير يهضروا ديك هضرتهم اللي انت فهمهاش. الله يجعل الخير. شوف انا دوك حبيت نوضح واحد الكلمه برك، باللي انا قبل ما نجي كنت نعتقد انه شعب الكوديفاري شعب ماهوش معامله تاعو طيبه، ولكن تفاجئنا بالمعامله الطيبه نتاعهم. بسم الله ما شاء الله الحمد لله لك يا ربي، تنظيم كان مليح وفي المستوى، نتمنى ان شاء الله ليكيب ناسيونال اليوم يدير. نو نحوناش الاعلام، نحونا فقط الحوايج الانتردي مثلا البوتيدو هذه نحوها باسكو الاعلان حوايج كيما هكا، كامل الحوايج حيكونوا في صالحنا هنا الحمد لله لك يا ربي ما كاش اوكي.